بص، هي النقطة ديت يعني نقطة مهمة جدا. يعني النهاردة الخدمات التكنولوجية حاجة بقت أساسية في حياة الناس، إذا كانت بتدخل لهم دخل أو إذا كانت بتقدم لهم خدمات. وفكرة إن أنت تقدم، خلينا نقول، أو إن أنت تبقى بتقضي أغراض المنزل النهاردة عن طريق الموبايل بنسبة، يمكن وصلت لنسبة كبيرة جدا، إن أنت كل حاجة بتبقى عايزها بتقدر تستخدم فيها الموبايل. فدي حاجة برضو من الحاجات اللي بقت حتمية في حياتنا يعني. فإحنا كان وقتها وقت البانديميك ظهر الدور ده بصورة كبيرة جدا، وظهر إن استخدام التكنولوجيا بقى شيء ضروري جدا، وخصوصا في إن أنت بتقدر تجيب عن طريق الموبايل، تقدر تجيب إذا كان مثلا فيكساوي أو أحد الشركات اللي موجودة بتنافس معانا في نفس السوق، فأنت بتقدر تجيب فني بصورة سهلة جدا من غير خوف، وفي نفس الوقت في مرجعية ليه، تقدر ترجع تتكلم مع حد بيديره أو الشركة اللي بيشتغل معاها. فده قدم وأثر وقت كبير جدا، إذا كان حتى كمان ممكن يكون أثره كويس بالنسبة لأصحاب المنازل، ولكن أثره أكبر من ناحية الفنيين نفسهم، لأن دوت خلق لهم فرص عمل يمكن كان مش من السهولة إن هو يقدر يوصل لها ما قبل التكنولوجيا. فده طبعا يعني ظهر دور التكنولوجيا وأساسية الاحتياج ليها خلال الفترة ديت. فالموضوع طبعا ما بقاش لوكجري، يعني ما بقاش حاجة ترفيهية. يعني دي نقطة بدأت يعني حطت نفسها خلال فترة الكورونا ديت، حطت نفسها بصورة واضحة جدا جدا للجميع يعني.